ومؤتمر صحفي عقده وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار بالأمس، وكان هو رد على ترند كان الفترة اللي فاتت آخر حوالي 72 ساعة، كان الكلام كله جزيرة الوراق والناس بتتهجر من أماكنها والكلام، عارفين اللي هو إيه، يسكت يسكت ويطلع فجأة مرة واحدة وإحنا منبقاش عارفين إيه السبب وراء ده. وزير الإسكان كان له تصريحات محددة جدا. أول هذه التصريحات أن في 6 مليار جنيه حجم تعويض لأهالي جزيرة الوراق حتى الآن، وده كان كلامه حول تطوير جزيرة الوراق بشكل عام، أنه محور مصر صدر له قرار نزع ملكية، وبالتالي تم التعامل على مساحة 91 فدان منهم 67 فدان تم التعامل معاهم رضائيا. وخلونا نتوقف عند هذه الكلمة ونأكد عليها يا جماعة، لأنه الحكومة لما بتيجي بتعوض الناس وده بيكون برضاهم وبتخيرهم، طب انت عايز تاخد أموال تعويض ولا عايز ان انت تاخد سكن، والكلام ده كله بيكون رضائيا، بيتم تعويض المواطن على المسكن ملكية الأرض بجانب التعويض الاجتماعي. وقال إنه حجم هذا التعويض بيصل إلى 6 مليار جنيه، وده طبعا حتى الآن بيتم في جزيرة الوراق. وأوضح أنه تم اختيار 61 فدان، تم البدء في عمل التخطيط وبناء السكن البديل، تم نقل ملكية 45 فدان بالشراء الرضائي، وأنه منطقة بها 125 مبنى تم شرائهم رضائيا من أهالي الجزيرة، ولم يتم نزع ملكية أحد من أهالي جزيرة الوراق. وقال أنه الدولة بتشتري الفدان من جزيرة الوراق ب 6 مليون جنيه، وأوضح أن المبادلة كانت فدان الأرض في جزيرة الوراق ب 16 فدان في مدينة السادات. وأوضح أنه في بعض قوى الشر بتتحرك لإثارة البلبرة في جزيرة الوراق حسب وصفه، وأشار إلى أنه منطقة جزيرة الوراق من المناطق اللي بتعد شديدة الخطورة والزحف العمراني كان كبير فيها. طب احنا لما بنشوف مثل هذه الاخبار بنلاقي تدخل الدوله لتصحيح مسار، تصحيح مسار، يعني شفنا عشوائيات قد ايه الدوله بتدخل بتغير شكلها. شفنا مثلا دلوقتي بنتابع جزيره الوراق، شفنا قبل كده العشوائيات والناس بعد كده بعد ما بيكون في ثوره عندهم عارمه وانه ازاي ولا ومش عارفه ايه، بعد كده لما بينتقلوا لاماكن تانيه او لما بينتقلوا ويرجعوا، والناس برضو اللي بتاخد تعويضات كله بيشيد بما تم، لانه في الاخر وفي الاول الموضوع بيكون فيه تكريم للإنسان، إنه أنت تلاقي نفسك اتنقلت نقلة تانية، بقى فيه نقلة نوعية في حياتك للأفضل. فدايما بنقول إنه الموضوع ده تصحيح مسار بالنسبة لنا إحنا، حتى بالنسبة للإيمج المصر ما يبقاش فيه عشوائيات، خاصة هذه المنطقة الحيوية وإحنا بنشوف اتعمل فيها دلوقتي كورنيش ماسبيرو، وعلى الناحية التانية الفكرة اللي هي الحاجات اللي هي التعديات على مياه نهر النيل، كل ده عشان الشكل بتاع مصر يكون لائق باسم مصر في النهاية.